السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناة المشاهد وطيرها. النهاردة بإذن الله معانا فيديو جديد. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، النهاردة كده أنا محجزة على بطتين هيرقدوا في نفس العشة دي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. عاوز أقول لكم إن دوت البط اللي هو الخليط المسكوف اللي هيرقد اللي هو الشبابات دوت أول بيض ليهم، ودولت أول إنتاج ليهم في البيض، يعني حاجة كده جميلة ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عاوز اقول لكم ان كان في بطتين بس هما مهمش من البط اللي هو الشبابات، بط من اللي هو كان بيطلع لي بصراحه كانوا باضوا بس ما كانوش رقدهم. ليه ما كانوش رقدهم؟ لان البط دوت كان عندي بط مزارع، يعني انا كنت شارياه، مهوش بط طالع لي، كان طالع لي في رقده كده، فهو الحمد لله باض وكل حاجه بس ما رقتش على البيض بتاعه. طبعا انتوا عارفين ان البط بتاع المزارع او البط اللي احنا دايما بنشتريه من بره ما بيكون ما بي يعني ما بيرقدش، فليه احنا بنحب التربيه اللي هي بتاعه الرقد؟ علشان طبعا هي من نوع اللي هي طبعا لما بتبيض بتقوم راقده على طول على البيض بتاعها، لانها حاجه رباني وطالعه رباني ما شاء الله. انما التانية طبعا طالعه بصناعه الانسان او بالالات الالكترونيه، فزي ما انتم شايفين ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. هنا برضو بطه هي بيضه والتانية برضو بيضه في الجنب التاني، انا غطيت على واحده علشان بس اعمل حاجز بحيث الاتنين ما يبيضوش في نفس المكان، يعني زي ما انتم شايفين كده كل واحده فيهم ما شاء الله ربنا يبارك يا رب، كل واحده فيهم بتبيض في مكان. انا طبعا بطلعهم الصبح لود كره عشان يتكسروا، وبرجع اخر النهار ادخلهم العشه لوحدهم من غير ما يكون الذكر معاهم. ساعات بحبس الذكر معاهم، بس عاوز اقولك لما بحبس الذكر معاهم الذكر بيقعد كل شويه عاوز ينط وعاوز يخرج من قلب العشه، فبخرجهم بره لود كره تكسرهم، وبعد كده بدخلهم تاني احبسهم في قلب العش علشان ما يخرجوش، عشان لو عودتهم وهم بيبيضوا يخرجوا بره مهمش هيرقدوا. دي حاجه من الحاجات المهمه اللي انت لازم تعمليها، لازم تخلي البطه اللي هترقد في المكان بتاعها من اول البيض لحد الرقد خالص، علشان خاطر طبعا ترقد لك على البيض وتضمني انها تبقى. هنا بقى فاكرين طبعا السبت ده اللي في قلب الخزان الفاضي، هنا ما شاء الله برضو في بطه هي كانت راقده، بطه قصدي باضت اهي ما شاء الله، ديت البط ديت بيضه من البطه الجعجعه تقريبا، كمان اللي عامل الريش دوت البطه الجعجعه، لان هي من يوم ما باضت ما شاء الله ربنا يبارك كانت بتقطع يومين وتبيض بيضه، تقطع يومين وتبيض بيضه، فتقريبا هي اللي عامله الريش دوت كده علشان باذن الله هترقد. فان شاء الله لو تلاقيتها رقدت هحط لها طبعا البيض اللي هي كانت بيضاه تحت منها عشان ترقد عليه باذن الله. وبرده هنا زي ما انتم شايفين انا مغطيها كده بغطا بوتاجاز برده عندي قديم كده، بحيث ان هي لما تبقى ترقد باذن الله كده وتستقر باذن الله ام قافله عليها زي ما كنت قافله عليها على البطه الثانيه. هنا برده في العشه دي زي ما انتم شايفين دي العشه اللي كان فيها البط اللي اتباع، زي ما انتم شايفين طبعا الصبح كنت مسيبه الفراخ، فالفراخ بهدله الدنيا بقى، شايفين طبعا ده اكبر غلط ان انت تخلي الفراخ مع البط وهو بيبيض. فطبعا انا علشان خاطر طلعت الفراخ انا مش حطاهم معاهم، عشان طلعت الفراخ طبعا شايفين طبعا العشه اتبهدلت ازاي، ويدخلوا طبعا يقعدوا يفحروا في قلب الارض وكده، وعاملين بقى فحر في قلب الارض. هنا برضو البطه اللي كانت بيضه الدور اللي فات اللي انا كنت اخدت البيض بتاعها وحطيته في الفقاسه اليدوي او في الكرتونه واللمبه بيضه، وهنا دوت برضو مكان بطه تانيه من الخليط المسكوفي من الشبابات برضو البكاري، هي اللي بيضه هنا. فان شاء الله واحده بتبيض هنا والتانيه بتبيض هنا ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. فان شاء الله ناويه برضو ان انا ارقدهم، بس طبعا هعمل ما بينهم حاجز، هما الاتنين هحط يا اما سبت يا اما هحط قبل كاشة طويلة كده، بحيث الاتنين يكونوا هما راقدين ما يشوفوش بعض. هنا طبعا زي ما انا قلتلكوا الفراخ كانت مبهدلة الدنيا هيت، بس الحمد لله يعني انا حبستهم بدري، يعني مجرد ما هما اكلوا وشربوا رحت مدخلهم على طول العش. هنا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اهوت برضو البطارية برضو كده، هحاول ان انا ارقدها عشان طبعا الدور اللي فات ثابت الرقدة وقامت، لان انا كنت مرقدها على السطح بره ما كنتش حطاها في قلب العشة، فممكن يكون ده سبب من الاسباب اللي هي كانت ثابت البيض الدور اللي فات واخدته حطيته في اللاقي في الكرتونه وولعت عليه اللمبه. هنا هو زي ما انتم شايفين ما شاء الله ربنا يبارك يا رب ولا حول ولا قوه الا بالله. ادعوا لي بقى كده بصلاح الحال ان شاء الله، وان البط يرقد كده وان شاء الله يطلع خيره يا رب كده ما شاء الله. عاوزه دعوه حلوه منكم كده باذن الله بصلاح الحال. زي ما انتم شايفين كده
انا الفيديو بتاعي خلص، بس عاوز اقول لكم لو مره اشوف قناتي يا ريت تنزل اشترك فيها وتفعل الجرس على كل، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو. ولو في اي سؤال في او في اي حاجه عندكم ممكن تكتبوها لي في التعليقات باذن الله برد عليكم، وقسم اللمحه جواه رقم التليفون بتاع الواتس بتاعي لو في اي اسئله او استفسار عن اي شيء موجود برضو عندكم باذن الله ممكن تدخلوا وتسالوني على الواتس، بس للجديه يعني لو في حاجه ضروري جدا.